انت مع قروشه ولا مع رجوان؟ القصه طويله، ما هات من الاخر. من الاخر احنا كنا يعني مجموعه من الشباب عملنا فرقه اسمها رجوان. ايوه رجوان هذه مسرح اسسها بندر بجبع وابراهيم عبد الله ومجموعه كبيره من الشباب. قديمه قبل كم سنه هذا الكلام؟ 1423 ما شاء الله تبارك الله. ذاك بالتوقيت الظلم ما بيلعب. لا لا ما بيلعب، انا اذكر ايام كنت متوسط يا شيخ. اي ما شاء الله تبارك الله فعلا. وقدمنا حاجات مره كثير كمسرح بين التعليم وبين يعني الجهات زي التعليم زي مخيمات البحر، مخيمات البحر ومخيم الصيفي اللي كان تابع لدعوه الارشاد، مهرجان ابها وفزنا فيه يمكن بافضل فعاليه لمده 3 سنوات تقريبا، كنا افضل فعاليه مسرح. بعدين هذه ارجوان، هذه ارجوان طيب قدمنا فيها مسرح بشكل مره طويل يعني. بعدين جت فكره في المكتب عندنا في المؤسسه انه نسوي عمل، العمل هذا على اليوتيوب بحكم انه موجه كبيره اتجهت اليوتيوب كاعلام جديد للناس وسهوله في التواصل يعني للناس بشكل سريع جدا. فكرنا في ايش نسوي انا وبندر بجبع ومراد بشماخ وبعض الشباب عدنان حسان يعني بعض الشباب، قلنا دراما، نحن شاطرين في الدراما لانه الاغلب اللي كان على اليوتيوب شغال توك شو، واحد قاعد ستاند اب كوميدي، هو مش ستاند اب كوميدي، هو توك شو واحد متكلم يشرح لك قضيه في المجتمع، انتهينا، يتكلم قدام الكاميرا يواجه الكاميرا. نحن ممثلين فاشتغلنا في الشيء اللي احنا نعرف نسويه اللي هو الدراما. بندر كنتوا اول ناس بدوا في الدراما في اليوتيوب تقريبا؟ احنا شوف جهزنا حلقتنا قبل تكي سبقونا في التنزيل، خلاص الناس ما لها علاقه مين جهز اي بس تكي قبلنا، تكي عرض البرنامج تكي بدا قبلنا، لكن فعليا احنا هو المسلسل انكتب وتصور وتحط بس ما نزل يعني. ولا نزلتوا حتى حلقة تجريبية قبلها؟ لا لا نحن ما نزلنا حلقة تجريبية، نزلنا حلقة واحدة اللي هي حلقة قروشة واحد جابت 150 ألف خلال 11 شهر. هذا قبلهم ولا بعدهم؟ لا لا هذه بعدهم بعد تكي. طيب يعني أنت بالتالي تقول لي قروشة هو امتداد لأرجوان؟ لا قروشة شيء وأرجوان شيء ثاني، بس نفس هي عبارة، هو في ثلاثة شباب، أي ثلاثة شباب عن طريق نفس الفرقة، فرقة أرجوان. لا لا مش نفس الفرقة، أعضاء من أرجوان سووا قروشة باختصار. طيب مين المسؤول على أرجوان؟ المسؤول هو نحن كجروب كامل نحن المسؤولين، لكن في رئيس الفرقة هو بندر بجبع. بندر بجبع برضه هو معاكم في أي بس في قروشة أرجوان هي قروشة. لا أنا بوصل الفكرة هذه. لا الكاتب واحد هناك، بندر رئيس في أرجوان، هنا في قروشة لا، هنا في ثلاثة شركاء هم أصحاب العمل، هو مراد بشمخ أو مراد محمد وأنا أحمد عبد الله وبندر بجبع.